من جانب دفاع علامة تعود مرة وتحولت إلى خارج الملعب. سلامات 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 لاعبين لاعب من الأمل ولاعب من المريخ على أرضية الملعب. إن شاء الله تكون سليمة للثنائي الصغر على أرضية الملعب من الفريقين من الأمل ومن المريخ. شاهد في الإعادة محجوب محمد ارتغاء ومحمد عبد الرحمن والسقوط للاعبين من الفريقين على أرضية الملعب. إن شاء الله تكون سليمة لكل من محجوب ومحجوب محمد وكذلك محمد عبد الرحمن. شاهد في الإعادة من جديد مع جراهام ومحمد عبد العزيز. شاهد الارتقاء والراسية والسقوط للثنائي على أرضية الملعب. خطرة جدا كانت الضغطة الماضية في عبرة أو في الخرطوم. تعبنا شوط المباراة الأول مباراة هيتون العبرانات المعرفة بنتيجة 1-1. الآن الخرطوم المريخ الفاشر من جديد لقطة إصابة لاعب الأمل الذي يخرج الآن إلى خارج أرضية الملعب ربما يعاني من إصابة. سلامات إن شاء الله تكون سليمة للاعبي الفريقين. ورقة صفراء ورقة صفراء لمن أكثر من لاعب أمام أكثر من لاعب أمام الحكم. ورقة صفراء لمن سنشاهد كاف وتلازم غير ودي هدي تهدئة الخواطر في أرضية الملعب من الجهاز الفني. حداثة الآن نشاهد حداثة انفعال تهدئة الخواطر. هي مباراة في كرة القدم فاشل في مدرجات ملعب عبرة. شاهد حداثة ويلي ساعد غارزيكا ودري غارزيكا لأجواء المباراة من جديد في أرضية ملعب استاد عبرة. ومشحونة توتر من جانب الفريقين. حكم المباراة يستدعي المراقب مراقب اللقاء خروج حديث لحاتم عبد الغفار.
الأسد، فريق المريخ وكذلك. نعود لأجواء المباراة في أرضية الملعب بعد الأجواء اللي كانت متوترة ومشحونة شوية من جانب الفريقين بغرام المريخ. الحكم الرابع الآن مجيب الرحمن موسى يتحدث مع الحكم عبد العزيز جعفر عبد الله. ملعوبة لمصلحة فريق الأمل تمر لجانبية لمصلحة المريخ وتتحول